الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اتصال مع شيخنا الشيخ سعيد حفظ الله تعالى يتعلق بمسألة عذب الجاهل واستدلال في الأقاعد عند أهل السنة وبعد مسائل علمية يتعلق بالشباب في الغرب ووظيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الاستدلال في الأقاعد عند أهل السنة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أهل السنة طريقة الاستدلال عندهم أنهم يستدلون بالكتاب والسنة وعلامة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم، وكذلك يستمرون في أقوال العلماء الذين سبقوهم، وخاصة أهل الاجتهاد وأهل العلم يجتهدون ينظرون باجتهاداتهم، ولذلك لا يستعملون القياس إلا نادرا، كما قال الإمام أحمد هو كالميتة أو كالميتة المضطر. ولذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ذكر أن أهل السنة لا يستدلون إلا بالكتاب والسنة والعبر، وأفتى به إذا سبقهم من أهل العلم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ.